السلام عليكم، معكم استاذ عادل خلفا، مدرب فريق اتحاد تيكيوين. يعني الفريق اللي حقق المبتغى بالصعود للقسم الممتاز بعد موسم اللي هو شاق صراحه. يعني في المقابلات الاخيره كانت المنافسه محتده بين ثلاثه ديال الفرق اللي هي عتيده، اولمبيك القردان، وامل تمسيه، وكذلك الفريق ديالنا اللي هو اتحاد تيكيوين، اللي يعني كانت المباراه الفاصله امام فريق امل تمسيه وحققنا المبتغى وفزنا في هذه المقابله هذه. يعني بواحد الصعوبه، لان كما كتعرفوا المقابلات اللي كتكون يعني على الصعود كتكون بحال المقابلات ديال ماتش باراج، وحققنا يعني المبتغى والفوز في هذه المقابله هذه كما سبقت وقلت. ومن هذا المنبر كنبغي نشكر جميع يعني المساندين للفريق، يعني والساكنه ديال تيكيوين اللي هما الجمهور اللي حج المقابله يعني الحاسمه، يعني وساندنا طيله المقابله. تزرولت ابراهيم، رئيس فريق اتحاد تيكيوين. هذا النهار كان واحد النهار تاريخي بالنسبه للمكونات اتحاد تيكيوين بهذا الفوز وبتحقيق الصعود، ولكن هذا الحلم ما جاش هكاك، جا بعد عناء وعمال، وجميع المكتب المديري كله اشتغل، اللاعبين كلشي اشتغلوا، والحمد لله راه اللي كيخدم مركز الثمار ديال العمل ديالو، وهذا الحمد لله كان هدي لهاد الفوز لجميع الجماهير التكوينيه والمحبين ديال الفريق. الحمد لله بقى عندي باقي ما نقول، لان الفرحه نساتني كل شيء. عمر قروا، الرئيس الشرفي لاتحاد تيكيوين. بسم الله الرحمن الرحيم. على عين اليوم كان يوما حاسما، كان يوما يعني كانت مجموعه من الاشياء، مجموعه من الحيثيات اللي كتحضر في هذا اليوم هذا. كنا متحمسين وكان الستريس طالع وكان كل شيء. الحمد لله متحمس للجمهور، من اللاعبين، يعني الطاقم، يعني المكتب كامل كنا متحمسين. الحمد لله الله سبحانه وتعالى ما خيبناش من بعد ما مجموعه المعاناه اللي كنا دوزنا كامل من الاول للعام حتى الان. التضحيات الحمد لله والصبر والنيه ديالنا الحمد لله وصلتنا الحمد لله لتحقيق الصعود واللي كان حطيناه كاوبجيكتيف من الاول ديال الموسم. الحمد لله حقناه والله ما خيبناش. وبالتالي من هذا المنبر ما علينا الا ان نشكروا يعني جميع مكونات فريق اتحاد تيكيوين، لا من اللعابه لي غلاديور دي تيغان، لا المدرب، لا يعني المكتب باكمله، والناس كاملين يساهموا معنا لا بقليل وبكثير في تحقيق هذا الصعود. الاستاذ عز الدين صفه مساعد مدرب اتحاد تيكيوين. الحمد لله الحمد لله من بعد مشوت كبير اللي قام به سواء المدرب سواء لاجوانس كاع الصف تكنيك كاع لي جوار تا هما تبارك الله عليهم باش يجي الصعود، راه ما ساهلش في هاد المستوى هذا بيان في هاد لو نيفو هذا. دونك الحمد لله بكل المجهودات ديالنا حققنا الصعود، وما كنكروش ان الرئيس اتحاد تيكيوين قام مجهود كبير سواء من لوكوتي ديال بالنسبه للبريم ديال الدراري لي جوار. دونك الحمد لله بهاد المجهودات حققنا الصعود، وكنتمنوا ان شاء الله المزيد من التالق والنجاح الفريق اتحاد تيكيوين، كيستحق الافضل. السلام عليكم ورحمه الله، معكم ياسين الغرابين رئيس شباب اتحاد تيكيوين. اليوم كنشكروا جميع الجماهير اللي جات عاونت الفريق في هذه المقابله المصيريه ضد امل تمسيه. كنشكروا جميع الاعضاء ديال المكتب ديالنا اللي تقاتلوا على طول العام،
الشكر بزاف للرئيس ديالنا ابراهيم طازروالتي ولا الرئيس الشرفي ديالنا عمار اللي تقاتلوا وخلاو من المال ديالهم ومن الوقت ديالهم. الشكر للاعبين جميعا بدون استثناء اللي كانوا رجال بعد المعنى ديال الكلمه. الشكر للمدربين ديالنا عز الدين العلوي ولا السي عادل الخرفه، قاموا بواحد المجهود كبير. كنا واحد الوقيته فقدنا المقدمه وفقدنا السيطره، ولكن الحمد لله ما كما كنقولوا بالعربي ما فشلناش، بقينا متابعين الحمد لله المسائل ديالنا وربي ما خيبناش، حقنا الصعود لهذ الجماهير الحمد لله. كاين جوج فرق دابا في تيكيوين، هذا الشيء هو المبتغى ديالنا الحمد لله. علاش ما نشوفوش فرقه ان شاء الله في الهوات ان شاء الله باذن الله. معكم بيكزر رشيد مدير مدرسه اتحاد تيكيوين لكره القدم. اول كنشكر الحضور وكنشكر فعاليه الفريق من بعيد ومن قريب. كما كتعرف بان النتائج ايجابيه وما كتجيش غير هكاك، كتجي بالعمل الجبار ودؤوب من مكونات الفريق من رئيس ومدرب واعضاء المكتب ولاعبين. الحمد لله تاتى المبتغى، ما عندنا ما نقولوا الا هنيئا لفريق بجميع مكوناته. وكنهدي هذا الفوز هذا والتاهل هذا للجمهور ثم الفعاليات، يعني الفاعلين الرياضيين في تيكيوين والمدرب ديال الفريق السي عز الدين. السلام عليكم ورحمه الله، معكم عبد اللطيف اوبلا نائب الكاتب العام فريق اتحاد تيكيوين. هذا المنبر الاعلامي كنشكروا الفريق ديالنا اللي دار واحد العمل جبار تبارك الله عليه، كنشكروه بزاف. وكنشكر المدربين ديالنا وكنشكر رئيس الفريق ديالنا والمكونين ديال المكتب جميعا والجمهور من طبيعه الحال. جمهور كنشكروه من عميق القلب لانه وقف مع الفرقه من الدقيقه الاولى حتى الدقيقه 90. شكرا بزاف للمكونين ديال الفريق تبارك الله عليهم، وهنيئا لنا بهذا الصعود. وكنشكروا من هذا المنبر الاعلامي ريمال تي في والسي ميران ديالنا، شكرا جزيلا. معكم السي بوجمعه غيد بوجمعه المعروف بالتيكي تاكا من منطقه اكادير، يعني مدرب سابق لاتحاد تيكيوين. اول حاجه يعني حاليا يعني دربت عده فرق في منطقه اكادير. الحمد لله لنا الشرف اليوم بالمجهودات ديال 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 الاداره التقنيه والمكونات ديال الاتحاد الرياضي تيكيوين، باش اننا اليوم نشوفوا فريق ثاني في القسم الممتاز، في القسم الوطني الممتاز، القسم الثالث الممتاز. الحمد لله باش نعرفوا بان تيكيوين راه عندها تاريخ، يعني كانت العباسيه ديال تيكيوين واليوم شفنا شباب تيكيوين، واليوم كاينه اتحاد تيكيوين. الحمد لله راه كاينين فرق في تيكيوين، يعني كاينين فيها فرق في المستوى اللي الحمد لله كنشوفوا الالتفاته دابا وتعطات لهم فرصه لهاد اللعابه اللي الحمد لله كنشوفوا حتى اليوم بان كاين بعدي اللي كيمثل لاعب ديال البطوله الوطنيه وكان كيمثل منتخب لاعب المنتخب الوطني. واليوم كاين لاعب ديال الكتيبه محمد امين كتيبه اللي لاعب ديال شباب تيكيوين سابقا، واليوم شفنا في الحسنيه هو اليوم في المنتخب الوطني اقل من 17 سنه. وهذه مفخره للمدينه ديال تيكيوين بجميع المكونات ديالها، لا الفريق العباسيه ولا فريق اتحاد تيكيوين ولا فريق شباب تيكيوين ولا جميع الانديه، كل كاع الفرق اللي كيمارسوا الرياضه لا راه اليوم عندهم افتخار، لان اليوم عندهم واحد مولود جديد اللي هو اتحاد تيكيوين اللي كيمثل حتى هو فريق في القسم الوطني الثالث الممتاز. يعني شكرا السلطات المحليه والسلطات الامنيه اللي تهي اليوم درت واحد مبادره، يعني قامت بالواجب ديالها التغطيه في جميع التغطيه في احسن 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 تغطيه اللي كنشوفوها في الملاعب الرياضيه اليوم شفناها اليوم في تيكيوين. يعني الشكر للناس ديال الامن الوطني والشكر للناس ديال العصبه اللي تاهما صيفطوا لنا حكام في المستوى. الحمد لله كاين عندهم الشجاعه وعندهم الشخصيه وبرزوا بالعمل ديالهم بالقيم ديالهم بالبعد ديالهم. وشكرا للجمهور ديال تيكيوين اللي اليوم جاء بالصغير والكبير والاناث والذكور باش يشجعوا هذا الفريق هذا اللي هو اليوم كنحسوا بان فريق المنطقه ديال تيكيوين راه عندها خزان. وكنتمنوا من الناس ديال الجماعه الحضريه ديال اكادير تزيد الملاعب في التيرانات باش يكونوا عندنا طاقات باش يكونوا فين غادي يفرغوا هذه المؤهلات ديالهم.